صباح الخير. ان شاء الله اليوم دايرين الطريق من اكيس غادي ان شاء الله تشارك فيه. دابا تقريبا شي 8 ونص تقريبا عندنا شي 25-26 على حساب الريشم ديال الجروب. رفقة جواد، اخ نور الدين، اخ حمزة، عصام، عيال جروب ديالنا الفوق. ان شاء الله تكون رحلة زوينة. لحظات من اللحظات اللي كان يسلي درومن من التلج كان كيتسنى فينا نهبطو من الصومي باش منشكلش علينا واحد الخطر. صراحة أجواء زوينة نبيات نبيات هادي هي المغامرة حتي ها واش تخوش. شوف مكون في التلج صراحة ديك المرة اللي كنت جيت انا والدراري ويزهر على صراحة واخا كان جو مناسب مكناش وقيلا غادي نوصلو الصومي حيت صراحة صعيب بزاف يعني طويل المناخ كذلك يعني الانسان حبذا انه يديرو في الصيف تبان لي يعرف منين يدوز داكشي او لا كيد راه مكيناش لا كرامبو كرامبو واحد تهرس ما تليف جي في الصيف ياخذ معلومات الطالع يعرف الطريق من بعد دابا يجي في التلج انه يغامر مع السلامة اولا السلامة راه صراحة والله ما تساهل والله قالوا وحش حتى وحش